الو، مساء الخير. هلا، مساء النور. شلونك؟ هلا، الحمد لله، شكر لله. شو ليش سكرت الخط ابو شي؟ انا ما سكرت الخط. انا لما اقول لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم، هاي ثلاث ايمان صلت على النبي، الصلاة والسلام. والله العظيم لو بنسى الدنيا كلها ما بنساش طول 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 حياتي والله. وانتي زعلتيني لما قلت لي كذا كذا كذا، اللي جت من الاخير من الاول طلعتها بنت عمي صلت على النبي تقولي بدي الحق الدوام. ودور، اجى اول باص، اجى ثاني باص، اجى ثالث باص، رابع باص، ما جاش. اتاخرت، خلصت العزم لسه. يعطيك العافيه. الله يا ربي يعافيك ويرضى عليك. والله العظيم دمعتي ما فرقت عيني. قال يا حبيبتي. ايه؟ شو يا حبيبتي؟ شو مثل ايش هذا؟ دمعتي ما فرقت عيني من الغضاين. لا لا لا، هذا حكي ما بدي اياه. انا حاطش على الجنب اللي بريحني، والحمد لله انت معززه ومكرمه، وبحطك مع فنجان قهوه وبشربك. عن جد؟ شوف والله العظيم والله العظيم والله العظيم. وانا لحد الان دموعي هذا اللي كتم عليكي، شايفه؟ صليت على النبي قد ما انت غالي على قلبي. يعني انت عيطت كمان؟ والله بكيت. والله اني بكيت عليك كثير، قد ما الله يعلم. انت بتحبني؟ والله بريدش، والله بريدش، والله بريدش، والله بريدش، والله العظيم. وهاي القرآن عندي، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم. ها؟ صدقتي؟ وانت وين هلا؟ انا هذا انا يعني صار لي 5 دقائق جاي من الشغل، وهذا انا قاعد بغير، بدي اغسل ونرتاح لنا شوي يا حبيبتي. شو يعني ترتاح؟ بدي انام شوي. ايه؟ بدي انام شوي. يعني اتركك تنام؟ يا حبيبة قلبي، يا حياتي، يا نورت عيني، والله نورت عيني. يعني انت تعبان حاب تنام؟ لا لا لا، عادي عادي عادي، يعني ما صار لي 5 دقائق جاي من الشغل حبيبتي. طيب حتى تتحمم هلا؟ هسه بدي اظبط الامور ان شاء الله، واشنع حوائي وزبط الامور واضرب من دش حمام ونرتاح لنا شوي، وان شاء الله ندردش لنا شوي احنا وياكي مع سوا. ماشي يا قلبي؟ ما بدي، انا بدي اياك هلا هلا؟ يلا بدي اتحمم ولا بدي اغسل؟ شو بدك يا حبيبتي؟ شو تؤمر يا عمري؟ بكير الحمام. بكير؟ دقيقة خليني ارد الباب شوية. ماشي؟ يلا. حياتي. يا عمري. شو يا قلبي؟ شو انت؟ هذا يا حبيبتي بعدني ما غسلتش، وهذا اني ما فراشي يا حبيبتي. يعني ما الترفيه؟ يا حبيبتي على الفراش. شو نفسك؟ نعم؟ شو نفسك؟ مش فاهم. تعرف ماما فاتت علي وانا ابكي؟ ما سمعت. والله يا حبيبتي والله 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 والله، شايفه؟ اذا في نصيب ان شاء الله اني لاقد العقد عليكي، وان شاء الله على بركه الله. وحكيت لحشتي قلت لها 1 2 3، قالت لي خلاص على بركه الله تعالى. انا حكيت لماما كمان. والله؟ تردون الجواب يا حبيبتي. هاي مستنى منكم. من ماما حكت لي تشوف بابا عشان يشوفوك، يطلع على عجلون ويشوفوك. طيب 100 سنة 100 سنة 100 سنة. انا بكره تقريبا عندي 950 واحد على الطابور. بس فكرة. حبيبتي. ماما سألتني عن اسمك بس نسيت شو حكيت لي اسمك. انا؟ ابو جعفر. ابو جعفر. انا حكيت لها ابو جعفر، حكت لي متجوز، حكت لها لا. عزابي بعدين يا حبيبتي. طيب شو اسمه؟ اسمي؟ يحيى احمد محمد. لحظة، يحيى احمد محمد مصطفى القضاء. يا حبيبتي. انا الصين كتبته على ورقة عشان هلا احكي لها. ماشي يا قلبتي. ماشي ماشي حياتي. ايوه. يا حبيبتي منو في عندك؟ ما في حدا، مسكر غرفتي علي. والله؟ يا حبيبتي
اه يا عمري دموعك اللي كتتين هذول وين يجن؟ يجن عشان وش قلبي يا حبيبتي؟ يسلم قلبك يجن بحلقي يصل الى قلبي يا حبيبتي. يسلم قلبك. وشو بدك احسن من هيك يا حبيبتي؟ ولا شيء. ها ماشي يا حبيبتي؟ ماشي يا عمري ماشي. والله العظيم بقول لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم هاي كمان عشان صدقي شايفه؟ اني لو بنسى الدنيا كلها ما بنساش طول 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 حياتي. انا حبيتك من قلبي اصلا. وانا والحمد لله انا حبيت من شروش قلبي يا حبيبتي. لما حكيت من صاحبي كان جد اني جنيت انك وقت ما نحبه. اذا بهز عليك لعتي اصلا ما بنت. لا يا حبيبتي لا. انا ليش يعني مش هو بحقي انا. حبيبتي. يعني شو صاحبات تحكي لي انه ما تحبك. لا. هي بيشتغل على البنات وما بعرف ايش. لا لا ترد يا حبيبتي. انت بتعرفي. لما اقول لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما بكذب عليكي. اجت علي من اخر الطابور بقول لها بيي بدي اروح الدوام. قلت لها ان شاء الله اذا ما عرضوش الركاب والله غير اطلعش. وطلعتها صليت على النبي اجر لله تعالى. بس يا حبيبتي. طيب شو الدوام بتتلحقوه الساعه 4؟ اندر عندي رفع. شو جبتي شغل نادي ليلي؟ لا. ها؟ هذه المدينه. شو بتشتغل بالمدينه؟ ممرضه. والله يا حبيبتي وكسبت اجر لله فيها وطلعتها. اكيد. والله والله والله. وشو بدك احسن من هيك يا حبيبتي؟ ولا اشي. ماشي يا حبيبتي؟ ايوه انت كيف صحتك؟ والله الحمد لله الحمد لله. هاي دموعي كتت يا حبيبتي. سلامة دموعك انا. والله والله يا حبيبتي انه انا عنك. شو بتبكي؟ والله ببكي عليك يا حبيبتي. من الغداء قلبي يا حبيبتي. لا لا اولا نقالي عليك. والله يا حبيبتي بس تستاهل دموعك. هي شو بدي اسوي يا حبيبتي؟ غالي على قلبي انت ودموعك يا عشاني. هاي دموعي كلها عشانك والله. خلص لا تبكي. ايش بدي اسوي؟ انا بقول لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم. انا بدي اياك تضحك. ماشي يا حبيبتي طلي. طيب اضحك عشان خاطري اضحك. منين اضحك يا حبيبتي؟ طلي طلي. والله العظيم قلتش والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما بخبي عليك كلمه طول حياتي من اول ما خليت في حياتي لو انا حبه لو انا كلمه قد حبه السمسم ما بخبيها عليك والله. والله وشان تعملي بالله وشان تعرفي كيف قلبي على قلبي الصافي. طيب خليك كذا تبكي. هلا بصير ابكي انا كمان. شو بدي اسوي يعني؟ لا خلص لا تبكي. بسيطة يا حبيبتي. عشان خاطري لا تبكي. خلص يا حبيبتي خلص ماشي. ماشي يا قلبي ماشي. خلص مش دموعك. خلص مش مشكلة بسيطة. سمعنا ضحكتك كلها. سمعنا ضحكتك حابة اسمع ضحكتك. اي حابة تحب تسمع ضحكتي؟ اضحكي انت. خلي ضحكتي تيجي على قلبي يا حبيبتي. هيك اضحك. اي يا قلبي. اي اكثر شيء هلا. يا حبيبتي. مبسوط؟ الحمد لله الحمد لله. والله يا قلبتي. شفت يا معلم؟ والله هذا انا نايم هذا قاعد على الفراش.